عليكم، كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. راحوا الأنسة تأنى مرح، ويمكن معاها ابنها. راحت الأنسة ولاء معاها زوجها، وابنها كذلك الأمر مرح راح معاها زوجها. فكان مصابنا عظيم وكبير يعني، وعلى الكل يعني هذا الكأس كلياتنا دقناه يعني، ونتمنى أنه تسامحونا يعني، تسامحون الأنسة، بتسامحوا الكادر، بتسامحوا تقصيرنا اللي صار. السلام عليكم، كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. اهلين اهلين مريومه، كيفك؟ شو اخبارك؟ طمنيني عنك. ان شاء الله بخير. انا الحمد لله بخير، انت كيفك؟ كيف اهلك؟ طمنيني عنهم بسرعه.